حياكم الله مجددا في أهلا مع موجة الأمطار، الله يجعلها أمطار خير وبركة، وتغيرات الجو اللي جالسين نعيشها، وانخفاض درجات الحرارة في كثير إن لم يكن كل مناطق المملكة العربية السعودية بطرق متفاوتة. هذا الحديث يستدعي أن نتحدث عن الطقس وأحوال الطقس، تنبؤات الشتاء القادم، متى سيدخل بشكل رسمي أرصاديا ومناخيا، كثير من الحديث حول هذا الموضوع سأعرفه مع ضيفي الكريم محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل الذي ينضم إلي عبر الهاتف الآن. أستاذ عقيل مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. إحنا اليوم وين وصلنا في موضوع الشتاء؟ بدأ الشتاء فعليا في المملكة ولا باقي؟ أرصاديا نفرح باقي 11 يوم إن شاء الله، وفلكيا يوم 22-23 شهر 12. أرصاديا كم باقي؟ 11 يوم إن شاء الله فرح. يعني هو بالضبط بتاريخ كم يبدأ؟ في 1 ديسمبر أرصاديا. أيوة. 22-23 فلكيا. وفي كم فلكيا؟ في 22-23 ديسمبر إن شاء الله. طيب إيش الفرق بين أرصاديا وفلكيا؟ الأرصاديين رأوا أنه درجات الحرارة تبدأ تنخفض مبكرا في بداية شهر 12، بالإضافة أنه سبب رئيسي هي أرشفت هذه المعلومات فتكون بداية الشهر أفضل مما تكون في منتصف الشهر. أما الفلكيا فهو حركة الشمس اعتمادا على حركة الشمس الظاهرية، وهو حقيقة قد يكون هو الأدق الفلكي. طيب إذا قلنا أنه فلكيا حيبدأ في 22 أو 23، إلى متى يتوقع أن يستمر الشتاء في المملكة هذا العام؟ طبعا موجة الشتاء إن شاء الله تستمر 4 أشهر. لازم نأخذ في الاعتبار أنه ما هو معناها أنه من يوم ما يدخل يوم 1 ديسمبر معناها على طول مباشرة انخفاض في درجات الحرارة. إحنا نتوقع من غدا إن شاء الله الاثنين، صباح الاثنين، انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تبوك والحدود الشمالية والجوف. قد تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 10 درجات مئوية إلى 7 درجات مئوية تتراوح ما بين هذا النطاق، لكن في أقل درجة حرارة قد تكون 7 درجات مئوية في بعض أجزاء منطقة تبوك والحدود الشمالية خاصة مرتفعات تبوك. طيب الفترة هذه اللي احنا عايشين فيها ايش تسمونها انتم في علم الأرصاد؟ هذه فترة التقلبات وفترة انتقالية ما بين فصل وفصل. في هذه الفترة دائما سواء الانتقال من فصل الخريف إلى الشتاء أو فصل آخر، هي الفترة هذه اللي تكثر فيها التقلبات الجوية. لكن اللي يميز الفترة هذه في شبه الجزيرة العربية أن المنخفضات الحركية القادمة من الشمال، منخفضات البحر الأبيض المتوسط، تنشط في الربع الأخير من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء وتستمر حتى بداية الربيع. اللي حاصل عندنا اليوم فرح في المملكة هو منخفض جوي متعمق الطبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المصدر، هذا مع رياح الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة والرطبة، فيصير عندنا تصادم للكتل الهوائية. هذا التصادم ينشأ عنه حالة جوية من عدم الاستقرار، وبالتالي حالة جبهية تتكون بها السحب الركامية الرعدية وهطول غزير للأمطار وحبات البرد كما حصل في حائل يوم أمس مثلا. اكتشفت الأرض باللون الأبيض في جنوب شرق حائل، وكانت الأمطار متوسطة غزيرة سارت على أثر كثير من أودية الشعاب. ما تزال الحالة غير مستقرة، الأجواء غير مستقرة في منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة. الآن تهطل الأمطار على بعض أجزائها في المناطق الجنوبية من المحافظة مثل حي الوزيرية وما جاورها وبعض الأجزاء الشرقية. اليوم الحرارة المكي الحمد لله عطرت عليه أمطار متوسطة لغزيرة، متوقع إن شاء الله استمرار هالحالة الجوية لتؤثر على منطقة الرياض شمال غرب الرياض، قد يكون العاصمة إن شاء الله نصيب جيد ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية. نعم، خلال موسم الشتاء القادم أو فترة التقلبات الحالية، خلنا في الزمن القصير هذا، إيش المناطق المتوقع أن تحظى بنسبة أمطار أعلى على مستوى السعودية؟ عادة في فصل الشتاء المناطق التي يهطل عليها الأمطار هي المناطق الشمالية، شمالية غربية، منطقة الحدود الشمالية، الشمالية الشرقية حفر بابا قصومة، المناطق الشرقية، منطقة الرياض، ومع امتداد منخفض البحر الأحمر تتأثر بذلك منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يعني لو نقول الربع الشمالي والأوسط من المملكة كاملا هو هذه الفترة اللي يحصل فيها الأمطار، وهذه المناطق الأكثر حظا ونصيبا في هطول الأمطار. كم متوقع أنه توصل درجات البرودة في شتاء هذا العام؟ هل في توقعات لما دون الصفر؟ عادة نحن نسجل درجات حرارة ما دون الصفر المئوي حتى في نهاية الخريف. سبقا سجلنا 5 درجات مئوية تحت الصفر في القريات مثلا في نهاية الخريف، وهذا من طبيعة الأجواء المملكة. المملكة قارة، في شمالها تختلف الطقس عن جنوبها. احنا نسجل درجات حرارة ما دون الصفر في شمال المملكة في الشتاء، وفي الجنوب تكون الأجواء دافئة في جيزان، سواحل جيزان وطرسان، أجواء جميلة ورائعة. لكن بالمجمل دائما نسجل درجات حرارة تلامس الصفر أو ما دون الصفر المئوي في المناطق الشمالية، وأيضا فرص هطول الثلوج تكون متواجدة كما تعرف في مرتفعات منطقة تبوك جهة نيوم ومرتفعات المنطقة الشمالية الغربية. ودي نحددها، فرص هطول الثلوج وين متوقعة في شتاء هذا العام؟ هو الحقيقة ما صدر التقرير فصل الشتاء من إدارة الطقس والمناخ، لأن هناك إدارة مختصة بالدراسات المناخية تقوم بنمذجة الطقس على نماذج حاسوبية كبيرة وأخذ آراء المختصين والمعدلات المناخية. لكن دائما الشتاء تهطل فيه الثلوج عندنا في جبال اللوز، علقان، الظهر، شمال غرب المملكة، بعض الأحيان القريات، بعض الأحيان الحدود الشمالية، كل هالمناطق هذه يهطل فيها بعض الأحيان الثلوج. إذا صادف درجات حرارة منخفضة ما دون الصفر أو الصفر المئوي في طبقات الجو العليا ونسب رطوبة جيدة، وهذا دائما يحصل تقريبا في كل سنة في الشتاء. إيش المتوقع لشتاء العاصمة الرياض يعني هذا العام؟ يعني الآن لو تشوف ترى اليوم عندكم في الرياض الجو أدفأ مما كان عليه خلال الأيام السابقة. السبب الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة هي اللي تغذي الحالة الجوية من عدم الاستقرار، ويقابلها الرياح الشمالية والشمالية الغربية الباردة والجافة. الرياض إن شاء الله بيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ستنخفض درجات الحرارة انخفاضا عما كانت عليه خلال اليوم وأمس. طيب وبالتالي نفرح إذا حصل دائما الانخفاض في درجات الحرارة، معناها أن الجبهة الهوائية الباردة دخلت على المنطقة وبالتالي تستقر الأحوال الجوية. لكن احنا نفرح في الفترة هذه هي فترة الأمطار، فينتهي المنخفض ويأتي وراه منخفض آخر وهكذا حتى نهاية الشتاء. إيه بمعنى انه يوم الثلاثاء والأربعاء إذا بدأ انخفاض درجات الحرارة الملموس خلاص ما راح ترجع ترتفع، بتستقر وتنزل أكثر، صحيح؟ لا هو التفاوت في درجات الحرارة. طيب. بعد دخول الهواء البارد مع الجبهة الهوائية الباردة نستعد لاستقبال موجة أمطار أخرى تعاود النشاط، الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة مرة أخرى نشاطها التي تغذي المنطقة بنسب الرطوبة، بالرطوبة في طبقات الجو العليا وفي الطبقات السطحية، وبالتالي تعاود درجات الحرارة مرة أخرى ارتفاعها لاستقبال الحالة الجوية. والدليل على ذلك الأيام اللي تهطل فيها الأمطار في الرياض أو في أي مناطق ويكون فيها السحب يكون عندك الجو أدفأ ويتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر، لأن نسب الرطوبة مرتفعة واستقرار جوي وما فيه حركة رياح، وبالتالي يتكون الضباب، والضباب هو قمة الاستقرار. متى متوقع لديكم وقراءاتكم وخبرتكم انه خلاص يبدا سكان الرياض في لبس الملابس الشتويه؟ متى تقولوا لهم خلاص ترى وصل البرد الى حاله انه لازم تلبس شتوي؟ يعني اتوقع ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء، خاصه كبار السن واللي في محافظات اللي في اطراف الرياض الشماليه زي شقره، حريمله، المجمعه، الزاحميه، كل هالمناطق دي اللي في شمال الرياض يبدون يلبسون الملابس الشتوية. الانخفاض بيكون مثل ما قلت لك يومين 3 أيام، ثم ترجع درجات الحرارة مرة أخرى للارتفاع وحالة جوية ماطرة أخرى، وبعد ذلك عودة مرة أخرى للانخفاض. هي زي المسبحة الفرح مترتبة ترتيبا
الارتفاع في درجات حرارة ثم الأمطار وثم البرودة وهكذا. نعم طيب، متوقع خلال فصل الشتاء القادم خلال 4 شهور أنه منطقة الرياض توصل إلى الصفر المئوي في البرودة وما دون الصفر ولا لا؟ ما أستطيع أني أجاوبك على السؤال هذا الآن حتى أنتظر قراءة خبراء المناخ التقرير المناخي لفصل الشتاء، سيصدر إن شاء الله بكرة أو بعده وسأرسله لك شخصيا إن شاء الله. جميل. طيب السؤال آخر، بشكل سنوي معتاد مناطق مثل الطريف القريات دائما مناطق الشمال هي أكثر مناطق السعودية تقريبا برودة، هذا اللي نلاحظه إحنا، وتوصل إلى تحت الصفر، إيش التفسير العلمي لهذا الموضوع؟ قربها من شمال العبوة الوسطى في شمالها، وهذا طبيعي يكون فيها الأجواء الباردة. لكن أعطيك ملاحظة، تفضل. الشتاء اللي راح، السنة اللي راحت، ترى ما سجلنا إلا يوم واحد درجات حرارة وصلت الصفر أو أقل من الصفر بدرجة واحدة، كانت أظن في القريات أو في طريف، في واحدة من المناطق هذه. يعني كان الشتاء اللي راح كان دافي جدا، مع أنه بعض الناس طلعوا في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي وقالوا ترى يا جماعة شتاء هذه السنة بيكون بارد جدا، وهذا وأصدرنا تقريرنا المناخي قلنا لا ترى الشتاء العام السنة اللي راحت كان بيصير دافي، وفعلا هذا اللي حصل. اللي يحصل قد يكون إن شاء الله أجواء أدفى من المعتاد، واربط هذا الشيئين، إذا كانت الأجواء أدفى من المعتاد فبقدرة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنها تكون أجزاء الأيام أكثر أمطار. الدفء مربوط بهطول الأمطار بعد أمر الله تعالى ومشيئته. معلش نعيد المعلومة هذه أستاذ عقيل، الآن كل ما كانت درجات الحرارة دافئة كل ما كانت الأمطار أكثر، وكل ما بردت كانت الأمطار أقل؟ غالبا نعم. إذا في 2008 سجلنا درجات حرارة حول 10 درجات مئوية تحت الصفر في حائل، وكان شتاء ذاك العام جاف جدا بسبب أن المرتفعات السيبيرية هي منشأها صحراء سيبيرية قارصة، فبالتالي تكون الأجواء قارصة البرودة وجافة، على العكس لما تكون دافئة في الشتاء فالدفع هذا هو إن شاء الله تعالى بقدرة الله يؤدي بأمر، لأن الدفء يكون رياح جنوبية دافئة رطبة تؤدي إلى تغذية الأجواء بالرطوبة، الرطوبة المدارية القادمة من الجنوب، ويصادفها الرياح الشمالية، فهذه هي التي تؤدي إلى هطول الأمطار. نعم. طيب في حالة تصير ودي أعرف تفسيرها منك، يعني أحيانا توصل رسائل للمركز الوطني للأرصاد عن توقعات أمطار، عن تحذير، عن حالة مطرية معينة وما يصير شيء، يعني ولا يصير في مطر بنفس التحذيرات اللي صارت، وش التفسير لهالموضوع؟ هناك تفسيرين. التفسير الاول، لو افترضنا الرياض، ايوه الرياض ما شاء الله تبارك يمكن 100 كيلو شمالها و100 كيلو جنوبها، مدينه الرياض المدينه العاصمه فقط، ها ايه؟ عباره عن 5-6 مدن، يعني شمال الرياض عن جنوب الرياض تقريبا حوالي 100 كيلو، شرقها عن غربها كمدينه مثل كذا. فتهطل الامطار احيانا على شرق المدينه ما يهطل على غرب المدينه ووسط المدينه. وتهطل احيانا الامطار زي ما حصل قبل كم يوم، هطلت الامطار عند المطار وفي الاحياء القريبه من المطار، وما هطلت في وسط المدينه ولا مثلا في السويدي ولا جاور المناطق هذه، ما هطل فيها امطار. لكن الامطار كانت كثيره في احياء شمال شرق الرياض وشرق الرياض، صح ولا لا؟ طيب هذا الاحتمال الاول، والثاني؟ الاحتمال الثاني انها توقعات جويه، هذه الامور نجتهد فيها كبشر، ناخذ بها الدراسات، ناخذ التحاليل، تحليل طبقات الجو العليا من سطح الارض حتى طبقات الغلاف الجوي العليا، النماذج العدديه، خبره المتنبيين الجويين، تبقى مشيئه الله سبحانه وتعالى هي فوق كل شيء.
واضح. في الاحتمال الأول يبغى لكم في المرات الجاية تحددوا يعني أمطار متوقعة على شمال الرياض، على شمال شرق الرياض، على جنوب الرياض، عشان تكون الصورة واضحة. طيب قبل ما أختم معك أستاذ عقيل، في تساؤلات دائما حول أنه هذه نقراها في مواقع التواصل الاجتماعي كثير، قبل كل شتاء أنه هذا الشتاء سيكون الأبرد، سيكون الأطول، سيكون الأقصر. هذه يعني تثبتها التحاليل الموجودة عندكم للطقس وللمناخ، ولا هي مسميات وهمية لا وجود لها واقعيا؟ والله أنا أقول لك إيه؟ أنه هذا غير صحيح إيه؟ وغالبا أنه الليالي في فصل الشتاء معدلها هو للدفء وليس للبرودة. عفوا عفوا تعيد المعلومة؟ يعني معدل الليالي الباردة إيه؟ يقل. احنا في السنوات اللي راحت قاعدين نشوف ان معدل الليالي الباردة يقل. يقل قياسا بالسنوات اللي قبل، بالسنوات السابقة. نعم. وش المتوقع هذا العام ولا لسه؟ ارسل لك التقرير اول ما يصدر ان شاء الله غدا باذن الله تعالى، تقرير فصل الشتاء. ايه؟ نكون في مداخلة هاتفية في الحلقة القادمة ونفصل فيه حسب رأي علماء المناخ في المركز الوطني للأرصاد ما هو توقعهم لفصل الشتاء إن شاء الله. هو متى متوقع أنه يصدر التقرير؟ غدا إن شاء الله. ممتاز، جميل جدا. إذا بكرة إن شاء الله نتواصل وناخذ تفاصيل التقرير ونشوف حاله على معظم مناطق المملكة. أستاذ عقيل، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا لمجمل هذه الإيضاحات، وحقيقة أن الشكر يمتد للأستاذ عقيل أكثر من مرة، لأن هذا يعني التجاوب المستمر معنا في البرنامج له كل التقدير والاحترام. غدا سيصدر التقرير الخاص بشتاء هذا العام في السعودية، وإن شاء الله نحطكم في قلب كل التفاصيل المتعلقة بمثل هذا الموضوع. بنروح إلى فاصل ثاني في هذه الحلقة وبعده ألقاكم.